افهموا ولادكم، فهموا ولادكم، حطوا ولادكم على الطريقه الصحيحه. لا تعاير، لا تسب، لا تعاير، لا تعمل حتى شيء، راهو ما يجيبش نتيجه. يطيح القدر، راهو يكسر البيوت، راهو يهد مع عائلات، راهو يشرد. تو انت باهي علاش اكثر ولادنا في الشوارع؟ ها؟ تبدا المغرب يدنه مازال في الشارع، انا نخزر له نقول له تو طالع بي هاكي بالبسكليت هاكي في الشارع. ريتي هو يقول الله اكبر ما نسمعش الباب تسكر. ما تروحيش، ابقي في الشارع. مرة اثنين مع شيء تعود قبل المغرب تروح. الحمل اللي هزوه اثنين بنيتي. الحمل اللي هزوه اثنين، كي يبدا اثنين يخف، تعود على واحد برك. إجهاد يولي مش حتى تطيح، يولي إجهاد. كي مفا والله العزيزي أسأل منها مفا افهمني باهي. انا اليوم على حسابي تجاوز انت طيح شوي ودي غدوة على حسابي انا نطيح شوي تستمر الحياة. قالك حلو مر حتى يوفى العمر. اما بنتي ردي بالك المختزل هذا الكل ربع ساعة اسيدي نطيح بناتنا باب مسكر ومن بعد نخرج بنتيجة. يا تفهمني اذا كان ما تفهمناش انا كل واحد يعوم بحره. هاو البحر كبير برشا. لقيت النتيجه نتاع التربيه نتاعك؟ الحمد لله يا رب تبارك وتزيد في وليداتي الله ينجيهم ويبعد عليهم كل بلاء. وماذا بيا كل ام هي راهي مش حكايه كبيره برشا ما تاخذيش الراي. راه له ضرب له عياط وله كذا وله كذا. وقت اللي نخزر لها انا هاك انتهى وصلت الميساج بالعينينك هو بالميساج. وقت اللي تبدا فتح خزر هذيك سي بون انتهى. بعد عندك مشكل انت وراجلك روح لدارك سكر باب اغسل صابونك وحده. علاش تسمعي بي في الناس هاو في التلافز صار لي وجرالي وعمل لي وراجلي فما نتيجه؟ ما نكذبش عليك الله يبارك لي في وليداتي. انا ما ندخلش في امورهم الشخصيه. جيت بلغت لي حاجه برا على روحك نصر. لا قدامه تطيح قدره ولا قدامها يطيح قدرها. لا لا كل واحد شدو اكوتي اعطيه صابونه به وسايبه كانوا حر بنيت. طيب مسرقت وشد بلايص كانوا عاد لا فايده ما نحكوش بنيت هكاك ما نتجاوزوش الحاجات هذه. لا اي مشكله يا انت وراجلك وامورك يا اذا كان وصلت ليانايا وصلت الميساج برا على راسك. ضد معناها الام اللي تتدخل في التفاصيل نتاع اولادهم سواء بنتها ولا ولد. عندك حاجه بنت بين راجلك باهي خايب ماذا بي ما نسمعش. اما اذا فاتت حدها ووصلت لي وصلت برا على روحك اكهو وصل الميساج. مش من الامهات اللي تجي على نسيبها وتبدا تسيح وكلها. لا لا اللي تحب تهني على بنتها تنقص من حزمتها عود ومن حزمه بنتها عودين. نحن يا جي تبكي عمال يا ودنا لي بي ايش كي بي دخلي الحب صعب لي وزني تو هذا حديث تو هذه وحده ابناء عبيد تحب تبني بلاد عسليبة. عسليبة. احكي لي على التبحيره نتاع اليوم. نتاع اليوم شويه البحر هيج شوي. فما الحق السباح المنقذي ماخذين احتياطاتهم الفيديت الدور باش عاملين ردين بالهم على البحر اللي يعوموا. اليوم ويكاند بريس معناها الجو باهي وما فماش حاجه اللي تقلقش. هذايا من الناحيه الامنيه امورنا واضحه. امورنا واضحه. احكي لي انت توا عمت ولا ليه؟ لا بالنسبه لي انا ما عمت، جيت مع بنتي وراجل بنتي ولاد بنتي. كاو جينا حبينا نعدوا نهار، نهار اللي يرتاحوا فيه. تقول انت جي نقعد بحذا الباراسول نتلالهم بالصغار. ما نكذبش عليك، توا الامات تحسها ديما ستري ساوح، نتلاها بالبنيه. انت باش تخليهم هما على راحتهم وتتلاهي بالاولاد. تخزرهم بعدك. كاو. خاطرني كي نشوف هكا البحر بالعكس نفسيه الواحد ترتاح اكثر. احنا كبرنا وعمنا برشا وتفرهدنا برشا. الاج نتاع بنتي ما نكري بجمعتين بالثلاثه. قول انت وقتهم هما توا. لا اكهو ما ناخذوش عمرنا عمر غيرنا. ما شاء الله عليكم.
صحيح نحن قرينا وتعبنا وخدمنا ونعرفوا كيفاش نقسموا وقتنا، حتى وما ما طلعيش تغير وربي يكون في عونهم. نقول انت محليك يا حاجه محليك، عايش عايش بنتي يا رب. بي قل لي البحر بين قبل وبين توا شنو اللي تبدل؟ والله قبل ما نكذبش عليك ما كانتش العباد ياسر تجيد البحر، وتو الانسان وين باش يعمل ديفولمون؟ اكثرها ساكنه في لي زابارتمون، اكثرها معناها كل شيء طاسي على بعضه. وين باش يلقى الانسان راحته ولا يتفر في البحر؟ تقول انت ستريس والخنقه والتعب سيكولوجيكمون، البحر يهدي النفسية متاع أي إنسان مريض متغشش، يجي يعمل غطسة ويروح يتفرهد. لا غطسة في معناه يرد النفس، يقولوا نحن ينظف الرويرية على الأقل. أضعف الإيمان أنه هو يخزر للي ماشي للي جاي للناس اللي تبحر للناس اللي كا. الفطور شنو تجيبوا ولا تشيري؟ ما نكذبش عليك، بالنسبة للشارع عندنا ما يدورش خط أحمر انتردي، وبالنسبة للجبال ما أقل ودل. علاش؟ خاطر نظافة لازمنا نحافظوا على البحر شوي، خاطر يكذب عليك هاي بلدية بلدية ثانية، راهو إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. ثانية البلدية بجاه ربي قدي تنظف كل يوم كل يوم كل يوم، ونحن نعاودوا كل يوم. نحكم على بنتي تجيب ساشين وحاجة خفيفة، تحب تنغلى ثنا لا دلاع ولا بطيخ ولا قشو، تحب تنغلى كويس تاي كعيبتين شوكوتوم ولا يويو كهو، روح الدار كفت حاجة شهلولة وبشوشة ومثقفة وتبارك الله. وانتي اشهر بون قرايتنا نحنا ما كانتش قراية، انا باك بلوس دو وقارية في ليكول سوسيال عايش معناه في السبعينين. يظهر لي ما يفوتك شيء، كل حاجة حد شيء حد شيء. كما أنا ربيت عندي أربع صغيرات بسلامتهم، واحدة أستاذة متاع فرنسية أستاذ أول فوق الرتبة، الثاني أستاذ واحدة تربية بدنية أستاذ فوق الرتبة، ولدي ملازم أول في الحماية المدنية، وهذيك مربية مختصة ما شاء الله ما شاء الله. وذي أنت تاج على رؤوسهم الكل، نجيك وفضلك ويخليك صحتك. أما أنا خدمت مع ناس معناها كما تقولي انت ديريكت وجه لوجه للمواطن. الخدمه خلتنا نكتسبوا خبره، خلتنا بنت ردي بالك ما تبعديش لبعيد. انا بابا نحكم عليك يا ببنيته، ردي بالك اتونسيون. اسمع تعطيهم توصيات من الاول من اللي يخرجوا والنبي محمد، مش على حاجه ولا الواحد يفرق خاف عليهم كمان حاجه. هو اول الحاجه يعملها كي ما توسخش للروحك، كي ترد بالك على وليداتك للروحك، كي تاكل حاجه خفيفه في البحر للروحك. يا اخي شكون هو؟ بالعكس لينا نحن. اما فما سامحيني اختي فالكلمه بنتي ناقصين وعي شوي، حتى نعرفوا الوعي نتعاموا يلزمنا نحن. اذا كان نشد بنتي هكاك نقولها تفرشي حاجه، هو يشدهم شويه وانت شدي شويه، حيش بي شنو اللي فيه؟ كل واحد ينظف اللي بحذاه. اللي والله اللي يكون قلب خوخ خليك تحطه على القاع، حطي في الساشي كي تروح خرج للبوبي، ما في حد شيء راهي. عقليه وتربيه وقناعه. يا ريتنا عندنا منك برشا. ينجيك عايش بنتي، ما هو هذاك هو. توا كان احنا ما عادوش ياخذوا الراي، كل واحد راكب راسه حصان شيخ روحه كيما يحب. اما ما نكذبش ومن غير فخره ربيت ولحد الان حتى برجالهم ما يفوتوكش. لا لا ما قال لي عنده مشكل، ما لانك ام صالحه عايش. اي حاجه يقولها لي نقول له سايي الميساج وصلت فازي. ربي يخليك على روحك عايش. سالا سالا اللي يولي يحز عليه، والله يولي هو يحز عليه. لا خاطر يجي نقول لك نحن اللي بيشربوه لينا نحن ساعه، مش لاي انسان، لا وليك ولا للمجتمع، للروح قبل كل شيء. وليدك يشوفوك انت كيفاش، راهم هما مش اخذ الريلوفي عليك. صحيح الشارع توا ما نكذبش عليك الشارع والانترنت والتليفونات و و و و ميمي حاجه اوكي احنا نحكيو على البحر وعلى اجواء البحر، لكن انت تبارك الله عديت اكثر من رساله في كلامك. عايشك
يعني قلت شويه وعي برك. وكان كل ام ولا ابو يعيش بنتي ما تعملش هذيك باهي، ما اسمحهاش مره اثنين عشرة، ما يصير تجيب كلمه في 100 نتيجه في 100 كلمه. اش يقول لك النار ذوب الحديد؟ ونحن الكلام قل لي يعني لقيت النتيجه نتاع التربيه نتاعك؟ الحمد لله يا رب تبارك وتزيد في وليداتي الله ينجيهم ويبعد عليهم كل بلاء. وماذا بيا كل ام هي راهي مش حكايه كبيره برشا، ما تاخذيش الراي راه له ضرب له عيار وله كذا وله كذا. وقت اللي نخضر لها انا هاك انتهى، وصلت الميساج بالعينينك هو بالميساج وقت اللي تبدا فتح خزر هذيك سي بون انتهى. بعد عندك مشكل انت وراجلك روح لدارك سكر بابك اغسل صابونك وحدك، علاش تسمعي بيا في الناس ها وفي التلافز صار لي وجرالي وعمل لي وراجلي؟ فما نتيجة؟ ما نكذبش عليك الله يبارك لي في وليداتي لحد الآن ها هاو ها نو هذا كنسيب وما يجيش البحر ما يجينا وياه وليداتي وقدامي وقدام مبروك ويحتر. أنا ما ندخلش في أمورهم الشخصية، جيت بلغت لي حاجة برا على روحي نصر لا قدامه تطيح قدره ولا قدامها تطيح قدره، لا لا كل واحد شدوا اكوتي اعطيه صابونه به وسايبه كانوا حر بنيت. طيب مسرقت وشد بلايص كانوا عاد لا فايده ما نحكوش بنيتك كما نتجاوزوش الحاجات هذه. لا لا ربي يخليك لي عايش. اما ما نكذبش بنياتي وقلت لك تصوري انت استاذ فرنسي لا اي مشكلة يا أنت وراجلك وأمورك يا إذا كان وصلت ليانايا وصلت المساج برا على راحتك. أنت ضد معناها الأم اللي تتدخل في التفاصيل نتاع أولادهم سواء بنتها ولا ولد؟ عندك حاجة بينك وبين راجلك باهي خايب ماذا بيه ما نسمعش، أما إذا فاتت حدها ووصلت لي وصلت برا على روحك أكهو وصل المساج. من الأمهات اللي تجي على نسيبها وتبدأ وتسيح وكلها؟ لا 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 اللي تحب تهني على بنتها نقص من حزمتها عود ومن حزمة بنتها عودين. نحن هي تجي تبكى وعمالي ودنا لي بيه اشكي بيه دخلي الحب صعب ليلة وزني تو هذا حديث تو هذه وحدة ابناء عباد تحب تبني بلاد. ليه سامحيني عايش بنتي انت وحدك انت ماكش معارسة سامحيني خلينا نسألك هنا. تصوري انت بنتك تجيك غضبان صحيح راهم يظلموا الرجال ما نقولكش ليه في ساعة تغش في ساعة كذا، أما كي يعود بالطريقة هذيك تفوته. أعطيهم نصايح، أعطيهم نصايح الشباب بتاع تو. افهموا ولادكم، فهموا ولادكم، حطوا ولادكم على الطريقة الصحية. لا تعاير، لا تسب، لا تعاير، لا تعمل حتى شيء، راهو ما يجيبش نتيجة. يطيح القدر، راهو يكسر البيوت، راهو يهدم عايلات، راهو يشرد. تو أنت باهي علاش أكثر ولادنا في الشوارع؟ ها؟ تبدا المغرب يدنه مازال في الشارع انا نخزر له نقول له طالع بي هاكي بالبسكليت هاكي في الشارع ريتي هو يقول الله اكبر ما نسمعش الباب تسكر ما تروحيش ابقي في الشارع مره اثنين مع الشيء تعود قبل المغرب تروح حتى الطفل ولدي لا مش حكايه تراها عن جهيه وعياط هكاكا تبني مستقبلك انت ومستقبل ولادك واولاد ولادك. كيفاش نبنيو جيل صالح يا حاج؟ جيل صالح نحن تحبي نتجاوزوا كل شيء ونبنوه جيل صالح. اي اشكاليه حط وليداتك قدامك هي صحيح نمط العيش خلى البوه ماذا به ديما في الشارع وعارف ما نحسوا ولا تبكي ولا تعيط ولا تقطع ولا اما لا ولما تتحملت ياس الخدمه والركوبات والنقل و و و تروحي على اعصابها راهو على اعصاب سكر الباب يمشي يلقاه اش مش تعمل هي شنو مش تعمل. يلزم بالنسبه لاي عائله الحمل اللي يهزوه اثنين بنيتي الحمل اللي يهزوه اثنين كيبدا اثنين يخف تعود على واحد برك اجهاد يولي مش حتى تطيع ولي اجهاد كي مفا والله العزيزي اسال منها ما افهمني باهي انا اليوم على حسابي تجاوز انت طيح شوي ودي غدوه على حسابي انا نطيح شوي تستمر الحياة وقالك حلو ومر حتى يوفى العمر. أما بنتي ردي بالك المختزل هذا الكل ربع ساعة
اسيدي نطيح بيناتنا باب مسكر ومن بعد نخرج بنتيجه. يا تفهمني، اذا كان ما تفهمناش كان كل واحد يعوم بحره، هاو البحر كبير برشا.